صباحكم الله بالخير يا رفاقة الخير والجميع ثابت لكل واحد مشترك ومفعل الجرس. شخصيا أنا أعتبر هذا الفيديو واحد من أهم الفيديوهات اللي موجودة في القناة، لأنه بتحافظ على حياة حد منا، بتخلينا نروح للبر نستانس ونرجع بسلام. بعسكور يا يبلنا يا رفاقة الخير اليد الكبير النيسان بترول الأسطورة بطل الدروب الكبسول موجود عندنا هنا يا رفاقة الخير، عندنا السوبر سفاري، السيارة اللي بإذن الله عز وجل ما في شيء يوقفها، وهني تتكمل أسطورة بالنيسان بترول 2020 400 حصان. وهذا موسم البر يا رفاقة الخير، خبرتنا نيسان قالت الله يحفظكم جميعا، ولكن دام هذا موسم البر يا أبو سعيد شو رأيك نسوي فيديو نخبر الناس أهمية السلامة في الاستمتاع والأجواء هذه؟ فقلنا أبوي خلنا نسوي فيديو أساسي يفيد كل الناس بشكل عام، ولكن إذا أنتم كان عندكم أي كومنت نضيفه، لأنه ما في فيديو في العالم بغطي كل أنواع البر كل الطرق، ولكن هذا الفيديو بيكون أساسي في شغلات وايد أساسية. من أول أنك أنت لا تفكر تدخل البر قبل ما تخبر أي حد أو تربخ عن التواير، بعسكور بيخبركم كل التفاصيل، لين ما كل السيارات هذه مجهزة بنظام دفع رباعي خطير جدا كيف تستخدمه، أنت لا تضيع عمرك تغرز ومن هالسوالف، وهذه السيارات كلها مجهزة بنظام دفع رباعي خطير كيف تستخدمه، شو الأدوات الأساسية اللي تأخذها معك في البر، وأهم شيء كيف تسوق في البر. معلومات أساسية أنت أو أنتي قبل ما تطلع لازم تشيل الشغلات هذه، تذكرها عدل، اكتبها في ورقة، سجلها في التليفون، هاي الشغلات لازم تكون عندك يا صديقي. عقب بنتكلم عن الشغلات اللي لا تسويها وانت تسوق في البر، وبعدين في النهاية بنتكلم عن طرق التغريز وكيف نطلع من البر. بعسكور الحين بخبركم شو الشغلات اللي تشيلها وياك. بعسكور ليتس جو. من الأشياء الأساسية والمهمة تاخذها وياك لما تروح للبر عدة البر، عندك القلص، عندك مكينة الهواء، عندك وايرات لا سمح الله خلطت عليك البطارية. الأشياء الأساسية أنك أنت تأخذ معاك جهاز قياس ضغط الهواء، هذا الشيء وايد مهم لأنك أنت رايح البر وبتغرز عليك السيارة إذا ما كنت مربخ على التواير أو مقلل ضغط التواير، فلازم يكون ضغط التواير سيارتك في حدود 15 ل 20 إذا أنت تعرف تسوق وخبرتك زينة، عشان ما يفسخ التاير نفس ما بتشوفون بعد شوية. والأشياء الثانية بعد المهمة يكون عندك كشاف لا سمح الله، يا عليك الليل وصارت لك إشكالية في السيارة غرست أو شيء، يكون عندك كشاف ويكون وياك الأشياء اللي هي للطوارئ، عندك سكين وعندك ولاعة لا سمح الله احتيت لها الأشياء أنك أنت توري ضو تسوي لك نار، وبعد تكون شال وياك الشيول، هذه من الأشياء الأساسية مع عدة البر أن تكون شال وياك شيول تحتايه تحفر عن سيارتك بغيت تسوي لك أي شيء يكون هالشيء موجود وياك. والكت المهم كت الطوارئ، عندك الطفاية وعندك الفرست ايد أو الإسعافات الأولية، هاي من الأشياء المهمة سواء كنت رايح بر رايح بحر جالس في البيت، هاي الأشياء تكون لازم دايما معاك لا سمح الله يصير لك شيء. وعندك هذا الجهاز هذا عندك هالشيء نحن نستخدمه لا سمح الله إذا حصل طارئ عليك وغرزت السيارة تكون شال وياك هالشيء، هالشيء تحطه تحت التواير نفس ما بتشوفون بعد شوية عشان نطلع السيارة لما تغرز. وعندك الأسناكس لازم تاخذ وياك سناكس خفايف بسكوت شوكولت، والماي طبعا أهم شيء الماي لازم يكون وياك ماي. بنتكلم عن النظام الدفع الرباعي الخطير اللي في هالسيارة، ولكن لازم أخبركم موضوع مهم، القيادة في البر نفس موضوع القيادة في الشارع، لازم تكون لها قواعد مختلفة، نفس لما تزير الحلبة ولها قواعد مختلفة. في البر عادي واحد عمره صغير وعنده سيارة خطيرة ولكن يغرز فيها دائما من الخيال يا أصدقائي. اليوم أخبركم بعض الشغلات الأساسية إذا عديتها أنت 200 200، وبعدين بنرجع للنظام الدفع الرباعي الخطير في بطل الدروب. اول شيء لازم تحط في بالك في سيارات يكون فيها جير عادي زين، فدائما مشاع جير 2 عشان الاكسلريشن او التسارع مال السياره ما يخليها تغرز، السياره تاخذ راحتها وهي تطلع، ولا تضرب بريك ابدا، حاول الا اذا كان الموضوع خطير قدامك اضرب بريك، غير هذا لا تضرب بريك. اذا كان سيارتك مجهزه بفصل الايرباك افصل الايرباك عشان انت بتدخل في نزلات قويه وكذا يمكن الايرباك يطلع. وشغلة ثالثة إذا بتوقف السيارة دائما وقفها على نزلة عشان أنك أنت تكون السيارة مع الجاذبية الأرضية،
فتنزل امورها طيبه. وانت صاعد لترك، وانت صاعد تشوف السياره تصعد 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 تصعد، اول ما تحس السياره انت تحس فيها انها كسلت خلاص ما بتقدر تصعد بعد شويه، يعني ما بتقدر تصعد، لا تكمل على طول، شو انزل مع الجاذبيه الارضيه، لانك اذا غرزت وانت على جنب عادي تنجلب من فوق والصعب حد يسحبك من فوق، فعلى طول انزل وانت تدري بتحس بقدرات السياره. ثالث شيء، لما انت بتكون ياس القصوص حاول انك تبعد عنها، زين، وشوف لك ناس مسار، ناس رايحين في درب كذا، ناس رايحين قبلك امشى معاهم، خل مسافات بينك وبين الناس. ركز على البترول، لازم يكون عندك بترول ودرجه حراره الماكينه وحتى الجير، حاول انك انت تشيك عليها بحيث انها ما ترتفع، اذا ارتفعت وقف، زين، افتح البونيت لو حاب وخلي السياره شويه تريح، لا تم تدوس وايد، خليك انت نفس اللي هو سيلينج. لازم هذه الشغلات تطبقها وامورك طيبه. المسافه لازم يكون مسافه بينك وبين السياره اللي قدامك عشان لا سمح الله انت تشوفه مثلا لو طاح هو في شيء انت ما تطيح نفسه. التقطيع يا رفاقه الخير شيء او طعم خرافي، استمتعوا فيه والله يحفظكم، ولكن الشغلات البسيطه هذه بتخلي الاكسبيرينس مالك والطلعه هذه جميله جدا. نرجع لمحور حديثنا، الشغله الاساسيه، انت بتطلع باكيد بموتر فور ويل، فبطل الدروب شو مجهز لكم؟ بنخبركم الجينيريشنز كيف قبل، لانه ما شاء الله النياسين حتى موديل الثمانين يسوقونه بعد الناس، بنشرح لكم كيف الفور ويل هناك يستخدمونه، كيف هذه وكيف السيارات الباجيه. هذه طال عمرك اذا كان عندك النيسان البترول هذه، زين، شو بتسوي؟ عندك انت طال عمرك الفور ويل الثجيل والفور ويل الخفيف، وعندك طبعا اللي هو الديفلوك. فاول انت ما تطلع البر ربخ عن التواير، هاي رنقاته كبيره، خلى 20، جميل. بعدين تيجي على الخطوه الثانيه، تخبر حد، بعد ما تكون انت خبرت حد تيجي على الخطوه الثالثه، هني انت شو هي على اوتو، تفصل التراكشن، زين، مهم جدا انك تفصل التراكشن، يكون على الفور هاي، انت عندك هني في النيسان اون رود ساند، نحن في رمله ساند، اضغط على ساند. عندك بعدين سنو، اذا كان ثلج ان شاء الله يطيح عندنا ثلج، تضغط على سنو، اذا كان حصه تضغط على حصه. هذه من التجهيزات الجديده في السيارات الجديده ومنها بطل الدروب. فعندك انت الحين ساند فور هاي، فاصل التراكشن، اقول بسم الله، حطه مانيوال وتوكل على الله. لما تخلص تقطيع وشفت علامه الفور ويل بعدها ما فاصله، حطه ريوس واضغط على الريس شويه، حطه دي اضغط على الريس شويه وبتختفي هذه العلامه، تحطه مانيوال وتحطه على فور هاي وتطلع في البر. هذا تروم تسويه والسياره تمشي، السياره تمشي بتدخل البر، هاي السوالف تقدر تسويها. ولكن اذا دخل طلع قدامك شيء انت ما تعرفه، وادي صعده قويه، يعني نفس ما تقول اوبستكل قدامك او مشكله قدامك او رمله ثقيله انت ما عارف انها، او الموتر غرز، لا تخليها على الفور هاي، لا، لازم السياره تكون واقفه، تحطها على الان وتحطها على الفور لو اللي هو الدبل الثجيل. اسمع الصوت بيسوي لك بلينك 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 لين ما يثبت لك في الشاشه انه يا جماعه الفور ويل لو اشتغل، وبيفصل لك التراكشن فور ويل لو اشتغل. واذا كان الموضوع صعب وانت كنت بعد مغرز او اضغط على الدفلوك، الدفلوك في حاله التغريز بس، اذا كنت تمشي مغرز لا تقطع والدفلوك شغال. ولكن خلنا نرويكم السوبر سفاري كيف بعد، ونرويكم شيبتنا نيسان الكبسول كيف تحطه في الفور ويل وتتوكل وتطلع في البر. وبالفتاك اول ما تدخل البر الحين هو سنجل، تقدر على طول تحطه فور هاي وانت تتحرك، زين، وتفصل التراكشن. بس اذا مثلا لا قدر الله غرست او رمله ثقيله قدامك او شيء انت ما تعرفه، شو تسوي؟ لازم توقف تحط السياره في ان، عقب تحطها فور لو، تزعل تحت الحين فور لو انجيج، لازم تكون واقف، وعقب تحطه عدي وتحطه مانيول، ترد الغيار تحطه جير اثنين او جير واحد، تطلع وتطلع الموتر وتخلص، عقب ترده ان مره ثانيه وترده له فور هاي. نفس الفتك، تسحب الفور ويل وانت تتمشى، تمشي في البر وشفت قدامك مكان غرز وانت السياره تمشي عادي، تسحب الفور ويل، امورك طيبه وما يحتاج. لا سمح الله غرزت، صار لك مشكلة معينة والسيارة وقفت وما قدرت تطلعها، بغيت تحط على الفور لو، عندك التعليمات موجودة هنا وعندك فوق التعليمات، توقف توقف وتحط السيارة في الان، تضغط على الدقمة وتسحب لآخر شيء. الحين السيارة في الفور لو، حطها جير واحد أو جير اثنين،
وتطلع السيارة للمكان اللي انت تبي توصل له. تبي ترد السيارة للفور هاي، تفضل جير، تضغط مرة ثانية وتجدمها على قدام وتوكل. يقول لكم خبر حد ابو حمود تسمعني، نحن طالعين قطع انا وبعسكور، بنقطع من الفاية لين بداير ان شاء الله. خبرتهم قال وين رايح ويمنو، خلاص نروح للثاني خطوة. لما توصل المكان اللي انت رايح له بتدخل فيه البر، ربخ على التواير. والحين احنا ياسين ربخ عن التواير، واذا ما عندك الجهاز استخدم احسب له 60 تقريبا. بعسكور حط حزان الامان، اعرف انك ما حطنا اول واحد حطنا. يلا بسم الله. صدق اذا حطيت ميحد الموتر ما بيغرز؟ حط ميحد يعطيك 300 هور باور. موتر از داون، اي ريبيت موتر از داون. الحين عندنا سياره غرزت، شو المفروض ان نسوي؟ حلو، الحين بنشوف الخطوات الاولى. تفزع حق ربيعك، وهذه فايده انك انت تطلع مع حد، هذا شيء وايد مهم انك تطلع. الرجال مزعلنك شيء. ليش ما نخليه بنروح عنه؟ روح عنه. اي ثينك ذس از ذا رولز بوي، اتوقع لازم نروح عنه. وان مانز داون، وان مانز داون. بعسكر حمسي بنكمل دربنا ويوم ينزل مال ثاني شو بتسوي؟ ستاند الون. ايش بتسوي الحين قدامك غرزت؟ اول شيء بتحطها على الان، عقب بتحطها في الدبل الثجيل. ثاني شغله ان انت الحين مثلا على الحين نفس ما انتم شايفين الحين على نزله، فخلي السكان مشر وين النزله عشان اقدر اطلع بسرعه. ليتس جو. منربخ عن التواير زياده شويه زيادة عشان السيارة تطلع بكل سلاسة، ونفس ما قالكم بعسكور هو قدها بيحطها على الدبل الثجيل. فبسم الله نبدأ المسير. الحين أول شيء تحطها عقب، تحطها الدبل الثجيل، عقب تلف السكان الصوب الثاني. يا جماعة بعسكور غرز، خلنا نشوف شو بنسوي. بعسكور مان از داون. يلا يلا بعسكور يعينك يعينك. وهذه فائدة انكم تكونوا طالعين في جروب يا رفاقة الخير. عندكم سيارة ثانية تقدر تقلصها، او بعد شوية مرويكم شغلات انت تكون معاك لما تروح البر وتقدر تطلع حتى لو كنت روحك، ولكن لا يفضل ابدا انك انت تكون بروح. الحين اليد بعسكور خلاه يغرز، والحين الولد الباري يطلعه. سوبرمان نقلص عمرك. الحين وصلنا للمرحلة الثانية البعسكور، انك تغرز في البر شيء طبيعي، ولكن عندكم القلص، واحدة من الشغلات الاساسية اللي تاخذها وياك البر هذا هو القلص. فشو شغلات اللي نسويها؟ من اهم الاشياء نوعية القلص، تاخذ لك نوعية قلص زينة. يعني هاي مثلا من الهيفي ديوتي، في نوع ثاني اللي هو ستريتش، يعطيك باور زيادة يوم انت تسحب في السيارة، يسحب وياك زيادة اللي هو ستريتش المطاطي. فأهم الأشياء يوم تيجي تقلص السيارات اللي مغرزة، لما تحط القلص تحط عليها أثقال. نحن شو نستخدم في العادة؟ الدواسات اللي وراء عند الريول. بعسكور تيب الدواسات مال كرسي اللي وراء. تستخدم شغلات يعني أوريدي موجودة عندك؟ عشان شيء وايد مهم، أكيد وايدين شافوا الفيديوهات مال القلص يستوي فيه لما ينقص، ينقص ويرجع على السيارة. فإذا كان مسحوب مرات يكون في هني حديدة، فالحديدة هذه عادة تطير وتعور حد حوالين اللي موجودين. تستخدمون اللي فيه حديد، حاولوا تستخدمون الأشياء العادية اللي هي نفسها قماش عادي أو النايلون أو الاسترتش، ما يكون فيها الهوك الحديد. وإذا كان فيها الهوك كانهم يصيرون بعيد، يخوزون بعيد. أو واحدة من الأشياء، ثاني شيء الفرش عشان يمسك عليه. روح روح والهرن يعني الموضوع وقف خلاص.
ناموس باسكور والله الناموس الريال كفو والله شليناها وطلع مبهين وغرزنا احنا مره ثانيه بس هالمره ما بنستخدم بطل الدروب نيسان هذا بنحاول نطلع الموتر بروحنا وشو بنسوي بالضبط بنبدا نحفر هني وبنحط القطع هذول عشان نطلع الموتر بروحنا يلا What happened؟ شو اللي صار؟ والله ربخنا شوي بزيادة هذا اللي يصير يا رفاقة الخير إذا نقصتوا الهواء وايد التاير يبنشر كامل ولكن الحين مرويكم بنغير التاير وبنكمل دربنا ما في شيء يوقفنا من الشغلات اللي ممكن تصير احنا اضطرينا نسوي لكم السيناريو هذا يا رفاقة الخير عشان نرويكم إذا صار لك الموضوع هذا don't panic وقف السيارة أو لا تخاف بنشر عليك التاير أو فسخ هذا التاير نزلنا منه الهواء وايد عشان يفصح عشان واحدة من السيناريوهات اللي ممكن تصير لك في البر اللي هي هذه في ناس يسوون حركة انه يولع لك الضوء كذا ويعبي لك التاير لكن مو بكل حد بيسويها عندك تاير سبير تنزل التاير سبير وامورك طيبة اهم شيء انك توقف سيارة سيدة ما تكون على نزلة ولا شيء اذا كانت على نزلة موقفها على مكان سيدة بعدين ارفعها بجيك وصوبة حصاه عشان السيارة ما تتحرك ابدا بعدين بدل التاير وكمل استمتاعك في البر صل وفوق الجيك حطينا حصان عشان ما تم الجيك يتم ينزل على تحت نزل التاير اوكي ونرجع باسكور اتوقع احنا جاهزين حق رالي داكار جاهزين ها بس نبدا فيها كم تبغى 3 مليون دولار وبهالطريقه وصلنا لاخر سيناريو الله يحفظنا جميعا يا رفاقه الخير ولكن نفس ما قلنا لكم عندنا رسالة لما نقولها لا سمح الله إذا صار شيء أصعب عن هذا هل ساعدونا إذا تقفلت الأمور يا صديقي في شغلات الواحد يسويها إذا استعصى كل شيء يعني إذا لا سمح الله أنت كنت سار تقطع وصارت لك كل هذه المواضيع وما قدرت تطلع في شغلات تقدر تسويها ما أنصح أي حد يسويها ولكن إذا اضطريت شو نقول لازم تسوي هذه الشغلات أولها تدعي الله أنه ترجع سالم ثاني شيء تتصل على 112 يمكن تحصل سيجنال والناس تيك تشيك في الجي بي اس أنت وين أهم شيء تصير تشيك على التاير سبير اللي عندك وتحرقه نعم يا رفاقة الخير تحرقه عاد تكون أنت في الربع الخالي ولكن في طيارات تمر فوقك في مزارع صوبك يمكن يشوفونك عشان كذا نحن نقول يعني إذا أنت كنت طالع تقطع خبر الناس أنت وين رايح عشان يعرفون والله نحن فلان بنشوفه في هذا المكان هو ساير هذا لا تبتعد عن سيارتك خليك صوب سيارتك لا سمح الله إذا وصلت لوحدة من هذه المراحل ولكن في شغلة زيادة تقدر تسويها وانت استحرق تسوي شيء اسمه SOS إذا كانت عندك السيارة SOS Save Our Soul أو تكتب هلب عن طريق الخشب هذا عندك بترول تحط عليهم بترول وتولعهن وخاصة في الليل إن شاء الله رب العالمين ما حد يحتاج المواضيع هذه اللي قلناها في نهاية الفيديو ولكن الشغلات الأساسية لازم تسويها ونعيدها لكم ربخ عن التواير خبر حد انت وين رايح سوق بأمان انزل على يم لما تكون في الرملة والقلص اتأكدوا انكم تسحبوا السيارات بالطريقة الصحيحة إذا ما شفت الفيديوهات لما طلعنا بن ياسين وسرنا أن احنا نكتشف المدينة المدفونة في الإمارات روح شيك عليها إذا ما شفت لما سلمنا السيارة هذه لأعز الناس روحوا شيكوا عليها لما سرنا نصنع السيارة هذه في المصنع بعد روحوا شيكوا عليها فيديوهات بن ياسين مولعة في القناة روحوا شيكوا عليها جميعا أنا من هني أقلكم هذا انستغرام وهذا سناب شات وهذا انستغرام باسكور وهذا انستغرام باسكور الزعيم من هني نقول لكم من مكان ثاني لتحدي ثاني والجميع ثوب